حضرتك سؤال، حضرتك ايه الاهداف بتاعه المعسكر بتاع معسكر الارتقاء؟ حضرتك منتظر ايه في نهايه المعسكر؟ احنا كطبيب هندسه جامعه فرص دايما بنرحب باي تعاون علمي او تعاون مع المجتمع في بدايه دمياط والمدينه الجديده والمنصوره، لان ده الهدف الاساسي من اي جامعه، مش بس التعليم، الهدف التعليم، بحث علمي، خدمه الطلبه، ثلاث حاجات اساسيه او الاجنحه الاساسيه اللي بنقوم عليها في التعليم في اي جامعه. يعني الجامعه ما بتنجحش في التعليم بس، الجامعه بتنجح في التعليم، في البحث العلمي، وخدمه المجتمع. أو الهدف من التعليم والبحث العلمي هو خدمة المجتمع. ده هو الأساس بتاع شغلنا في الجامعة. ودي هي الرؤية بتاعتنا في جامعة فرص، إن إحنا لازم نأثر في المجتمع اللي إحنا بنهتم به. نمرة اتنين، بنجهز الجيل اللي هو المفروض يكون أحسن وأفضل من الجيل اللي قبله من الناحية العلمية والناحية الفنية والناحية التطبيقية. بنجهز الجيل ده للمستقبل. متوقعين إن إحنا دي من ضمن التوبكس اللي إحنا نديها للولاد، سواء الارتفيشال انتليجنس، سواء الروبوتكس، سواء العلوم المختلفة، نبات، حيوان، كيمستري، فيزيكس، الحاجات دي كلها. احنا عايزين شويه الكونسبتس اللي احنا هنديها للطلبه، ان احنا نفهمهم ازاي الحاجه دي بتتحول لبروجكت، وازاي يطلعوا منها بابداع علمي او ساينتفك انوفيشن، او ازاي يعملوا ديفلوبمنت لاي مشروع يستخدموا فيه الافكار البحثيه اللي احنا او المحاور او زي التحديات المجتمعيه اللي انتم بتقولوا عليها، بيحلوا مشكله مجتمعيه معينه او يعملوا ابتكار معين. فبالتالي ان احنا بالتعاون مع نفس المركز اللي موجود في جامعه دمياط نقدر نعمل حاجه كويسه لدمياط الجديده ومحافظه دمياط ومحافظه الدوره كمان. مبدئيا بحب ارحب بيعمل كليه العلاج الطبيعي في جامعه فرص الدكتور عبد المنعم. عايزين من حضرتك جملة تشجيعية ونصيحة للطلبة اللي بإذن الله هيشاركوا في معسكر الابتكار تحت إشراف مركز الإبداع العلمي اللي هيقام بإذن الله في جامعة فرص يوم 21. مبدئيا طبعا برحب فيكم جميعا، برحب بمركز الإبداع. الحقيقة حاجة توصل لكل واحد، خصوصا اللي شغال في المجالات العلمية، إنه يشوف شباب لسه من بري يونيفرستي عنده الفكر الواعي ده، بيفكر في ريسيرش من دلوقتي، مش بيدرس الدراسه التقليديه بتاعه الكتاب والنجاح والكسوب ومرض الزبالة الثانويه العامه، لا بالعكس ان شاء الله قبل الجامعه هو بيفكر في الريسيرش اللي هو عندنا في الماجستير وفي الدكتوراه بيفكر فيه، يمكن كمان بيبقى بيعمل ماجستير لانه مضطر يعمل ماجستير، وبيعمل دكتوراه عشان مضطر يعمل دكتوراه. لكن يكون ان في شباب واعي بيفكر حابب الريسيرش وحابب يتعلم وحابب يتطور، اعتقد ان مفيش حد فينا يعني لازم نشجعهم، لازم نقف جنبهم، بالعكس نتعلم منهم كمان، ده قدوه للشباب وقدوه للكبار. انا بنصحهم ان هم ان شاء الله يستفادوا.
المعسكر جاي لثمان فرص ما تدخلش على حد خالص. هيسمعوا الحضارات قريبة جدا من مختلف الأساتذة، سواء كان في الزراعة أو في الكهرباء أو في الميكانيكا أو حاجات تخص الهندسة، حاجات طبية، كورونا، سرطان، سكر. يقدر يحط ابتكار ويحط فكرة جديدة للسكر، يحط فكرة جديدة للكورونا. يمكن يطلع من عندنا حد يخترع تقييم جديد، واي نوت، ده مفيش حاجة واعية كده. احنا في المجال بتاعنا العلاج الطبيعي هو من احدث المهن على مستوى العالم، واكثرهم كمان تحدث. بنشتغل في اجهزه كثيره جدا، كريبتوسيرا، مرضى صوتيه، شوك ويف، اشعه حمراء. بنشتغل يعني مجالات كثيره جدا. الطالب اللي جاي ويقدر يجي محاضره يعني مجالات كثيره جدا. الطالب اللي جاي ويقدر يجي محاضره محاضرتين، يقدر يطلع من افكار، يطور من نفسه، يطور جهاز، يطور طريقه علاج. احنا بنشجعهم ان شاء الله كلنا نكون معاهم. احنا كمان اللي هناخد منه الطاقه الايجابيه اللي احنا بنشجعهم بكل طريقه. لكن انا حاسس ان لما اشوف الشباب ده كده قدامي انا ما بقدرش اخد الطاقه دي. ربنا يوفقهم ان شاء الله. دي بس من حضرتك نصيحة وجملة تشجيعية للطلبة اللي بإذن الله هيشاركوا في معسكر الابتكار تحت إشراف مركز الإبداع العلمي اللي هيقام بإذن الله يوم 1/8 في هنا على الجامعة الجامعية. مبدئيا أنا حابة إن أنا أحييكم ونشوفكم بإذن الله، وحابة أطمنكم إن شاء الله خلال الأسبوعين بتوع المعسكر دول هيمروا بتجربة هما ما مروش بيها قبل كده، هيدرسوا فيها أساسيات البحث العلمي. هنتعامل مع الطلبة دول مش بالمرحلة العمرية بتاعتنا، احنا هنعاملك ان احنا هننقلك من المرحلة بتاعت المدرسة لتهيئا للمرحلة الجامعية. هتشوف هتسمع محاضرات في الكيمياء وفي الفيزياء وفي العلوم البحرية، وهتتعامل بالظبط للتجارب والحياة اللي انت هتبقى حابب ان انت تمر بيها مستقبلا. فأحب ان انا اطمنهم وان شاء الله هيمروا التجربه هيبقوا مبسوطين منها جدا، وهيطلعوا وهيستفيدوا منها ان هم يحددوا بعد كده الشغف بتاعهم واتجاهاتهم وميولهم العلميه في المستقبل باذن الله. فمستنيينهم وان شاء الله يكونوا مبسوطين معانا. عندي تفاؤل من شخصيا يعني او المستوى الشخصي، عندي تفاؤل من الجيل اللي جاي ان شاء الله، لان في قدرات واعده.